عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم حبيت نشارك معكم طريقة الدونات المخبوزة في الفرن، احلى وصحية اكثر من اللي تكون مقلية في الزيت. اليوم جبتها لكم طريقة برشا بسيطة وعجينة برشا مميزة وهشة كما تشاهدوا فيها، منظرها برشا حلو مزيان. اعتمدوها في جماعة متاعكم وفي لماتكم وفي مناسباتكم ويفرحوا بها زاد صغار. عملتها لكم بحشوة الكريمة والفريز، كما حكيت لكم طريقتها برشا بسيطة واقتصادية. انا باش نكتب لكم الطريقة على الفيديو من برا، وباش نخلي لكم الطريقة بالتفصيل مع المكونات اسفل الفيديو وباقي التعليق المثبت. واذا احتجتوا اي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا نجاوب الكل. وان شاء الله يا رب تعجبكم اليوم الدونات، هذا شكلها من الداخل. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تبارتجوه لاصحابكم واحبابكم، وما تنسوش اللايك، وخليكم مع الدونات. مشاهدة طيبة وبسلامة. We'll be right back.